طيب في سياق مش بعيد قوي بيحتفل العالم اليوم بيوم الصحة العالمي في ظل التداعيات الخطيرة اللي بتشهدها أغلب دول العالم جراء تفشي وباء كوفيد-19 اللي وصفته الأمم المتحدة بأنه أكبر تحدي يواجه البشرية منذ الحرب العالمية الثانية. تزامنا مع المناسبة أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة جديدة تهدف إلى إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة الصحية. بينضم إلينا الآن الدكتور محمد راشد استشاري التحاليل الطبية والفيروسات. دكتور محمد صباح الخير، أهلا بحضرتك. الخير على حضرتك مذيعتنا أستاذتنا إيمان، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. الحقيقة أنه كل سنة تقريبا في اليوم العالمي للصحة بيكون في يعني اتجاه معين، مرة للأطفال، مرة للأمومة، مرة للاكتئاب، مرة للكثير من الأمراض أو الأمور المتعلقة بالصحة. السنة دي أكيد الموضوع له علاقة بكورونا بشكل أو بآخر، لكن خليني أسأل حضرتك على المستوى المحلي في مصر. على مدار السنوات القليلة الماضية كان في عدد كبير من المبادرات أطلقتها الدولة المصرية للحفاظ على صحة المواطنين ووضع صحة المواطن المصري كأولوية أولى بالنسبة للدولة. إيه أبرز اللي حضرتك تابعته في هذا الملف؟ هو في البداية طبعا أتقدم بخالص التهاني للشعب المصري وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العالمي اللي هو يعني 7 أبريل اللي بدأ من 1950. طبعا في البداية طبعا عشان الأمور تبقى واضحة لابد أن يكون لدينا أرقام، الأرقام بتظهر الصورة بشكل كويس جدا. أن منذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور في الدولة المصرية، أولى قطاع الصحة وصحة المواطن دعاية واهتمام الخاص. أولا بتوفير المناخ السياسي والقانوني اللي هو عمل فض اشتباك وتداخل بين قطاعات الدولة المختلفة. على سبيل المثال للحصر ان هو انشأ هيئه الدواء اللي نتج عنها النهارده عندنا مدينه الدواء اللي لسه مفتتحينها من فتره قريبه جدا، ودي طبعا هيكون لها دور كبير جدا في توفير الدواء والاكتفاء الذاتي وكمان التصدير. كمان بؤكد على كلمه فخامه الرئيس ان لابد ان يكون المنتج يظل 100% بالكفاءه. هيئه سلامه الغذاء، التامين الصحي الشامل اللي بيتكلم حوالي 4.2 مليار طبعا، اللي طبعا اللي بيتواكب مع متطلبات الصحه او الصحه العامه ان احنا بنقدم خدمه طبيه على اعلى مستوى طبقا للمعايير المعتمده. خلينا نقول بقى الكلام ده نوضحه بالارقام عشان مستمعينك الكرام ومشاهدينك الكرام تبقى الصوره واضحه. ان مخصصات وزاره الصحه او الصحه زادت بحوالي 47% عن الموازنه العامه السابقه، بمعنى ان هي النهارده 258.5 مليار، كانت 6 مليار فقط او اكثر قليلا. مخصصات الادويه زادت بقت 12%، يعني كانت بالمليارات 11 مليار اللي كانت كام؟ 1.9 مليار في الموازنه السابقه. اللي كمان العلاج على نفقه الدوله اصبح النهارده 7 مليار بعد ما كان 6 مليار. الجزئيه النهائيه الاخيره اللي حضرتك اشرت عليها اللي هي مبادرات الصحه التي اطلقها فخامه الرئيس اللي بهدف تحقيق او تقليل الضغط على القطاع الصحي والمساعده على التعافي بشكل جيد، وخصوصا في الجائحه اللي هي تجتاح العالم كله دلوقتي. طبعا ده طبعا ضمن على راسها مبادره حياه كريمه اللي بتستهدف 1400 قريه على مستوى الجمهوريه بهدف تحسين المستشفيات والمراكز الطبيه والوحدات الصحيه لتكون قادره على توفير المستلزمات الامنه او الحد الكافي من العلاج للمواطنين. وطبعا ده ضمن رؤيه مؤسسه الرئاسه 2030 اللي بتضمن خدمه بكرامه وعداله للجميع دون تمييز. الجزئيه الثانيه المهمه عندنا مبادره مليون صحه. مبادره مليون صحه هذه المبادره في غايه الروعه والجمال. عندنا عملت كشف مبكر وعلاج لفيروس سي اللي شمل اكثر من 60 مواطن سواء كان مصري او اي مواطن او خارج القطر المصري يعيش على 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 يعيش على ارض مصر. القضاء على قوائم الانتظار العاجله والحرجه، الكشف المبكر، لم ننسى المراه، الكشف المبكر لاورام الثدي اللي استهدف 28 مليون سيده.
كبار السن، الكشف المبكر للامراض المزمنه والاعتلال الكلوي والاطفال في المدارس 23 مليون، الكشف زي ما حضرتك قلتي عن الانيميا والسمنه في الاطفال، كشف وعلاج فقدان السمع للاطفال وحديث الولاده، حمله التطعيم اللي شغاله دلوقتي اللي استهدفت كل الاطفال اللي موجودين، الاهتمام البالغ بذوي الهمم. ومن هنا نقدر نقول ان فخامه الرئيس حول استراتيجيه الوزاره او القطاع الصحي من فكره العلاج ان احنا نستنى المريض لما يجي، لا صحيح. الكشف المبكر. طيب دكتور محمد، خليني اخرج مع حضرتك للنطاق الدولي والعالمي بقى بدرجه اكبر. اليوم ده ايه ابرز الحاجات اللي المفروض نهتم بيها او اللي المفروض العالم والمجتمع الدولي يهتم بيها؟ احنا يمكن شفنا على مدار العام الماضي كان في انتقاد كبير للتضامن الدولي والتكاتف الدولي في مساله مواجهه الجائحه، حتى توزيع اللقاحات كان يعني بيشير إلى مجموعة كده من الأمور اللي صنفها البعض على إنها توزيعات غير عادلة أو بتكشف عن تمتع بعض الناس أو بعض الدول بالخدمات الصحية ودول أخرى فقيرة أو متوسطة لا تتمتع بمثل الخدمة. إيه اللي ممكن يعمله العالم أو المجتمع الدولي يعني لتقديم الخدمة الصحية لكل المواطنين في كل الدول على اختلاف مستوياتها؟ خلينا نقول ان 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 دي السياسه الدوليه او دي المنظومه الدوليه، من يمتلك الغذاء، من يمتلك الدواء، فهو ده اللي بيمتلك القوه، يمتلك السلاح، يمتلك القوه، وده اللي احنا النهارده الدوله المصريه يعني بتسير اليه. فاحنا دلوقتي وبالتالي كل دول بالاول يعني بتحاول ان تحقق متطلبات شعبها، ده شيء يعتبر شيء طبيعي، لان هي طبعا النهارده بتجني ثمار، هذه الدول بتجني ثمار اتفاقها وحفاظها على يعني دولتها وعمل استثمار وعمل انجازات وعمل ابحاث، وبالتالي النهارده بتجني ثمار هذا العمل. وبالتالي ان احنا نقدر نقول احنا ان المفترض ان منظمه الصحه العالميه اللي هي بتتبع الامم المتحده ان هي بتوضع خطه او استراتيجيه عامه يتم من خلالها التوزيع العادل والآمن. طيب. وده اللي يمكن كان واضح من آلية كوفاكس اللي احنا منتظرين انها تجني ثمارها. بشكرك جزيل الشكر دكتور محمد راشد استشاري التحاليل الطبية والفيروسات، شكرا جزيلا لحضرتك.